راني نوجد العرس سهيله، مراها لبناتك ان شاء الله. ها لازم تجوا، هيا تبقوا على خير. طاطا اللي متى نبداو نديرو الكاطو؟ ان شاء الله ما يقدناش الوقت، غادي نشرو واجد. عندك الصح. مساء الخير عليكم. مساء الخير خويا جعفر. ما هادو وين نحطهم؟ في المطبخ. خويا جعفر العقوبة ليك تاني، ان شاء الله نفرحو في عرسك. الى اختي حنبو قولي، شنو غادي تقبل بواحد ما يكسبو له في حياته؟ جعفر ولدي، وهذه هضره تقولها، غادي نخطب لولدي بنت مخيره نجيبها لك. خطاكم ماشي انا اللي غادي ندبر لك عروسه اللي تليق بك، غير قولي واه. كلشي بالمكتوب اللي كاتبها ربي نحبوها. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيراه؟ الحمد لله الحمد لله. سهيله سلم على اخوك وسامحيه. مبروك عليك يا اختي. تعاهدي عاهديني تكوني مرا وتتهلاي في زوجك. نعاهدك يا خويا، ومن اليوم ما نجيش نزعفك. يعطيك الصحة يا نسيبي العزيز، تفضل معانا. لا أنا نمشي، عندي شغل في المصنع، بصح من بعد نعاود نولي. الله يعاونك إن شاء الله. حتى أنا إلا قنروح راني طولت. ريحي بنت، ما خبرتهمش في الدار. أما اللي نوصلك معايا إلا ما قبلتكش. لا ما كاش مشكل. هيا تبقاو على خير. بالسلامة. باش بابا كلها لك خير ان شاء الله. يلهام بنتي هاكي مع والدك؟ راكي عارفه اختك كل مره عندها خرجه جديده. هذه المره والله ما راني نزعل. عارفه علاه؟ علاه؟ خاطرش عندنا عرس هاد السيمانه. عرس؟ وشكون هذه اللي تزوجت؟ ايوا ما تقولوليش مازال ما عرفتوهاش. يلهام هاك وليها وهنينه اللي بنات الاوعاز. سهيله. ها سهيله؟ مبروك عليها. هذا وين جيت من عندهم؟ الحمد لله. المسكينه تهنات بصح خوها قبل. واه يا ماما جعفر قبل بعد ما نهضر مع جمال ولا انسان اخر. هي مزيات هذا الوقت. ايا نزربو باش نحوسو شنو نلبسو هاكا نكونو شابين في العرس. لا المهم دروك يروح نقدم خدمتي ومن بعد نهضرو مع الصباح. الهام روحي بدلي وروحي نوجدو الفطور. اسمح لي ما تضبطش، بصح شفت حاجة ما تعجبش برا المصنع. شوفي هذا، تعرفه؟ ما نعرفهاش. شكون هذا؟ حتى أنا ما نعرفهاش، بصح حيرني صورته. ياك ما عندك كاش وعديني سالوك حاجة؟ ما عندي حتى واحد. جمال، ما تخبيش عليا، ما عندكش مشكل؟ ما عندي حتى مشكل، وراك خدمتها لي، وين راه هذا؟ راه تحت عند البارك، قرب من غيره. وين هو؟ كنا ليه؟ دا واحد فرقونة بيضة. ما كان والو. ظهر لي بلي راح. هيا تجي معايا ومن بعد نفهمك. هي.
بزاف عليك. علاش بزاف عليك؟ بزاف عليك الخدمة. تفضلي. علاش؟ واش هذا؟ جبت لك فطورك أمينة. ياك من الصباح ما خرجتيش من البيرو. أوه علاش غبنت روحك؟ أمك قلت لي كون عاونتك. معليش المرة الجاية، المرة الجاية إن شاء الله. المهم نكملوا الخدمة. هبدأي تفطري بسم الله. أنت لا الحمد لله. واش أمينة عجبتك الخدمة معنا؟ مليحة. أنا كي نكون في الاختصاص نتاعي نلقى راحتي. أنا سامحني نشوف خدمة في جهة أخرى. لا هذه أول مرة تاعي. على حساب النتائج نقول باللي عندك خبرة واسعة. ربما. المهم أنا المهنة تاعي نحبها بزاف. صحيح. الإنسان لما يحب حاجة يرجع بارع فيها. أما أنا ما نعرف لا نحب الشيء اللي ندير فيه ولا لا. بالك الظروف، الظروف اللي تخلي بنادم عايش في قلق. علاش عندك مشكل؟ يمكن نقول مشاكل، يمكن نقول حوايج اخرى. بالك من انا الشيء الوحيد وست خواتات. ست خواتات؟ الله يبارك. الله يبارك فيك. يعني انا الكبير فيهم. ثلاثه متزوجات او ثلاثه مازال. هما كل يوم تقول لي اوليدي تزوج اوليدي تزوج. بصح ما جاوبهاش. يظهر لي بلي هذا الشيء بعيد عليا بزاف. وعلاش؟ الزواج راه نزل الدين وهذا حقك. المهم راني هادر مع امي عليك. عليا انا؟ نعم عليك. واش قلت لها؟ اهلا. سلام. معليش على بالي بلي راكم تعبانين. كان لازم انا اللي نجيب لكم الاكل. ها معليش المره الجايه. المهم ما تلومونيش، راني غير نجري من مكان لاخر. المهم أمينة واش عملتي في الخدمة اللي تهلك؟ المشروع اللي ضيته لي أنا كملت له تصميم تاعه، بقات غير الملاحظة تاعك. عندي ثقة كبيرة فيك. المهم الله يعاونكم. لا أنت روح معايا. يلا أمينة من بعد نهضروا إن شاء الله. الله يعاونك. بسلامة. فهمت والو أنايا. المهم بسم الله. جعفر مالك اليوم ما خرجتي عيانك؟ انا عيان شويه وتريح في الدار برك. درت مليحه ولدي، بعدا تريح شويه. انا نمشي نوض نصلي ودوك نولي. مرحبا. انا سويلا بغيت نسقسيك، ياك جمال ما عنده حتى مشكل؟ ما نظنش. بصح وعلاش؟ عمره ما شكالك على الخدمة تاعو ولا كاش واحد يسالو حاجة؟ ما شفتيش كاع حاجة مقلقاتو؟ لا. بصح وعلاش كل هاد الأسئلة؟ واش بغيت تقول؟ هذا الموضوع خاص بي أنا برك. فهمت بلي جمال عندها مشكل ومشكل كبير بزاف بزاف. مشكل كبير بزاف. صح تفكرت. واحد الخطرة قال لي بلي ولات من عند باباه جهنامة. ايه وما يعرفش كمالها. ومين قالها لي شغل كان باغي يبكي. بصح ما وضح لي حتى حاجة. جعفر جمال عنده مشكل؟ ما كان والو. أنا نخليكم، راني خارج. وين خارج؟ مشي قلت لي غادي نريح شوية في الدار؟ ياما راني خارج هنا ونولي. قلت مع الشيطان من الخلطة. ياما قلت لك راني خارج هنا وغادي نولي. ياما ما غاديش نطول، ردي هانية وصاي. ما تصبح بخير. نصبح بخير؟ مين يجيني الخير؟ مين يجيني الخير؟ هذا غادي يهبلني. والله لا غادي يهبلني. يا ربي يا ربي يا ربي. اضرب انا واجدي.
كاني فرحانه من عرس تاع سهيله قرب. انا تاني والله العظيم راني فرحانه لها بزاف والله تستاهل. في ميزك بصح على بالك فاش راني نخمم؟ لا ماش فاقع شغلي نلبس. ها لبسي الكوستيم تاعك اللي راه في الخزانه والصباط هذا اللي شريتيه هاد السيمانه وصاك تعي نشوف. نيشان عندك الصح على بالك بلي نسيتهم. شدي لي بلبيه مزيان فكرتيني. ربي راني لا هيا وانتي شنو تلبسي؟ والله راهي بحرت لي تبان لي لاباس هذاك الكوستيم تاعي. هذا الكوستيم اللي شريتيه هذا من فوق؟ أجل ما قلتوش داكم سهرانين؟ لا ماشي قلتوا غدوة تروحوا تعاونوا سهيلة؟ واه ربي يحفظك. هيا تصبحوا بخير. سلامة ماما. عرفتي كيف تديروا؟ ما نلبسوا لا هذاك لا هذاك. واش غادي نلبسوا؟ عندها حانوت. نروحوا عندها الصباح ونخيلوا شنو. طيب؟ ساعدني في إذن درسنا اليوم وهو التمرين على أغنية جديدة وهي أغنية وطنية. وهذه الأغنية هذه تشمل كل الطبوع وتشمل كل ألوان الجزائرية منها النوع الشاوي النوع الوهراني النوع القبائلي والنوع الجزائري بصفة عامة. إذن غادي نطاقوا في هذه الأغنية الجديدة إن شاء الله واللي تركزي مليح والتمرينات غادي شويه يكونوا صعاب. اذا حنا باش ما نصعبوش الامور غادي نبدو بيت بيت وكل بيت فيه الشطر الاول والشطر الثاني. انا الشطر الاول اللي نتغنى يا بلادي نتباهى بك غادي ندير انا المحاوله الاولى نعطيك النغمه تسمي مليح النغمه ومن مور النغمه من غني انا انت غادي تجاوبيني في الاغنيه تاعي. اذا غادي تسمعي أغنية ثلاثة أربعة يا بلادي نتباهى بيك يا بلادي نتباهى بيك. إذا قدام لا تغني قدام لا تأدي الأغنية أو الشطر الأول اللي قلنا نعطيك الإيقاع مهم جدا الإيقاع للمغني. إذا بعد ما حاولنا التجربة الصوتية تاعك نحاول دوك نجربوا بالإيقاع. بعد ما حاولنا بدون ايقاع دونك نحاولوا بالايقاع تاعنا وتسمعي اول ايقاع 4 على 4 الوزن الثقيل 1 2 3. يا بلادي نتباهى بيك. شكرا. اذا
بعد ما كملنا المرحلة الأولى فيما يخص التجربة الصوتية والأغنية الجزائرية، دائما نعطيك واحد النصيحة اللي تكون عندك آلة موسيقية، آلة الجيتار أو آلة العود، آلة وترية، وذلك تساعدك فيما يخص الخصوصيات الصوتية تاعك، باش يكون التنسيق بينك وبين الآلة. والنقطة الثانية مهمة جدا باش تغني نيشان مع النوطة، دائما على سبيل المثال أنا نعطيك مقام دو ماجور. وبالنغمة دو ري مي فا سا لا سي دو دو سي لا سا فا مي ري دو. هذا واجب، كاين مقام دو، مقام ري، مقام صول، مقام فا. هذه المقامات تساعدك في التدريبات والتمارينات الصوتية، أي أغنية قادرة تغنيها. وآلة الجيتار وهي آلة وترية، آلة وترية تتكون من 6 أوتار قديمة، وواجب عليك يكون هناك تدريبات على الأصابع، مهم جدا مهم جدا. ولا ربما في الـ في الـ في الحصة القادمة إن شاء الله نعود نكمل الدرس تاعنا. شكرا شكرا. سهيلة بنتي ما عندك والو؟ كان والو. جداتك الله يرحمها، جا وقتها يا بنتي. شحال شابين ماما. صحيتي ماما. يعطيك الصحة بنتي. ماما لا بنتي شي صبرني عليك، ما نقدرش نعيش بعيد عليك. يا بنتي ما تقلقيش، هذه هي سنة الحياة، ولازم يا بنتي تديري الدار ونفرح بيك. الحمد لله راكي تسكني غير قدامي، مرة على مرة نجي نزور بنتي وتجيني. Thank you.
شكون هذا؟ حتى انا ما نعرفهش، بصح حيرني صورته. ياك ما عندك كاش وعدين يسالوك حاجه؟ لازم بنتي تديري الدار ونفرح بيك. الله يوفقك، الله يوفقك يا بنتي. الله يوفقك. وانا هذيك هي سعادتي. كبي لي قهوتي وقتي نغسل وجهي ونجي. الان راني ليك نخدمك بالشي اللي نقدر عليه. الله يسلمك. Thank you.